النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نقدم لكم من خلال نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم الثلاثاء التوقعات الجوية التفصيلية الخاصة بالأيام القادمة، وكما نعلم وهي مصورة ومسجلة من المنزل. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية باستعراض لأهم محاور الطقس خلال الفترة القادمة. توقعات بتحرك مركز المنخفض الجوي الخماسيني خلال الساعات القليلة القادمة نحو سواحل الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط قادما من داخل الأراضي المصرية، وبالتالي توقعات بزيادة مؤقتة خلال الساعات القليلة القادمة في تركيز الغبار في الأجواء مع تحول الرياح إلى جنوبية غربية قادمة من مصادر صحراوية مثل شبه جزيرة سيناء، كذلك الحال الأراضي المصرية. توقعات بأن يطرأ انخفاض أيضا ملموس وكبير على الحارة خلال الساعات القليلة القادمة تمهيدا لدخول الشق البارد من هذا المنخفض الجوي الخماسيني الذي يتمركز بالعادة خلف هذه المنخفضات الجوية الخماسينية. إذا كما تحدثنا انخفاض ملموس وكبير على الحارة توقع يوم غد الأربعاء، يترافق هذا الانخفاض بتحول الرياح إلى غربية نشطت السرعة تعمل على الإحساس بشكل إضافي بالبرودة فوق العديد من المناطق. كذلك الحال تهيئ الفرصة من جديد لهطول زخات أمطار أكثر انتظاما في المنطقة الشمالية، قد تترافق بهبوب بعض العواصف الرعدية في حين تكون الفرصة أيضا متاحة لهذه الأمطار في أجزاء من المنطقة الوسطى. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية باستعراض الآن لآخر صور الأقمار الأصطناعية والتي ترصد حركة السحب من حولنا مباشرة. لدينا هنا في طقس العرب نلاحظ معكم من خلال هذه الصور اندفاع كميات كبيرة من السحب متوسطة وعالية الارتفاع فوق المملكة وسائر المنطقة، يتخللها أو تخللها خلال ساعات نهار الثلاثاء بعض الخلايا الممطرة عملت على هطول زخات خفيفة طينية الطابع من الأمطار في مناطق عشوائية من المملكة وسائر بلاد الشام. في حين نلاحظ معكم في داخل البحر المتوسط وجود كميات كبيرة من الغبار تتحرك صوب المنطقة، كذلك الحال خلال ساعات الليلة القادمة لا سيما ساعات الليلة القادمة الأولى. نتحدث معكم الآن عن تفصيلات توقعات خرائط محاكاة الأمطار الخاصة بنا هنا في طقس العرب. نلاحظ معكم توقعات بهطول زخات أمطار في العديد من المناطق الشمالية خلال ساعات نهار الغد تكون أكثر انتظاما منها في المنطقة الوسطى، أيضا لا يستبعد أن تترافق بهبوب بعض العواصف الرعدية في المنطقة الشمالية. نلاحظ معكم أيضا الأمطار أكثر وجودا وانتظاما وحضورا في الدول المجاورة مثل شمال دولة فلسطين، كذلك الحال لبنان وغرب وشمال الأراضي السورية. في حين نلاحظ معكم أن هذه الفرصة تتراجع تدريجيا مع ساعات ليلة الأربعاء الخميس وساعات نهار الخميس بالرغم من توقع استمرار هطولها في الدول المجاورة نظرا لاستمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو كافة على تلك المناطق، في حين يبدأ الضغط الجوي بالارتفاع فوق المملكة نهارا يوم الخميس ويتزايد بشكل لاحق مع ساعات نهار يوم الجمعة. ننتقل معكم الآن لاستعراض درجات الحارة في طبقات الجو المنخفضة فوق المملكة على وجه الخصوص. نلاحظ معكم من خلال هذه التوقعات بأن هنالك انخفاضا في درجات حارة مقارنة بالفترة الماضية، حيث تدل هذه الألوان الخضراء على سيادة كتلة هوائية أكثر برودة من تلك التي أثرت على المملكة في وقت سابق يوم الثلاثاء، حيث كانت حينها الألوان ذات ألوان صفراء أو برتقالية تعكس ارتفاعا في الحارة، في حين أن الألوان الخضراء هذه تدل على وجود كتلة هوائية أكثر برودة من المعتاد فوق المنطقة والمملكة بوجه عام. ننتقل معكم الآن لتوقعات هبات سرعة الرياح الخاصة بنا هنا في طقس العرب. هذه الخرائط تحاكي سرعة هبات الرياح التي متوقع كما تحدثنا أن يطرأ عليها النشاط مع ساعات مساء الثلاثاء وليلة الثلاثاء الأربعاء تكون جنوبية غربية مرفقة بهبات نشطة أيضا تترافق بارتفاع في تركيز الغبار
في الأجواء بشكل مؤقت، لكن هذه الرياح تتحول تدريجيا خلال ساعات النهار الأربعاء لتصبح غربية نشطت السرعة معظم الأحيان، وهي ذات أو من مصدر بحري قادمة من الحوض الشرقي للمتوسط، وبالتالي توقع تراجع تدريجي في تركيز الغبار على الأجواء خلال ساعات نهار الأربعاء مقارنة بليلة الثلاثاء الأربعاء. كذلك الحال ترتفع فرص الأمطار كما تحدثنا يوم الأربعاء في المنطقتين الشمالية والوسطى بمشيئة الله. ننتقل معكم الآن لمشاهدة التوقعات الليلة القادمة في العاصمة عمان. إذن هنالك انخفاض ملموس وتدريج على الحارة اعتبارا من ساعات الليلة القادمة، أيضا هنالك ارتفاع مؤقت في تركيز الغبار في الأجواء لتصبح الأجواء مغبرة في عموم المناطق. أيضا لا يستبعد أن تتكاثر بعض السحب على فترات مما يؤدي إلى هطول زخات خفيفة طينية الطابع من الأمطار في داخل العاصمة عمان أيضا المدن الأردنية. توقعات الأيام الثلاث القادمة كما تحدثنا الأربعاء والخميس هنالك انخفاض ملموس وواضح الحارة بحيث تقل عن معدلاتها الاعتيادية نهار الأربعاء نسبة لهذا الوقت من العام ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية، وبالتالي أجواء باردة متوقعة مقارنة بالأيام الماضية نسبة للأيام الماضية، وتزيد الرياح الغربية النشطة هذا الإحساس من البرودة. أيضا هنالك توقعات بهطول زخات من الأمطار أكثر انتظاما تكون في المنطقة الشمالية بمشيئة الله تعالى، حيث لا يستبعد أن تترافق أيضا هناك في هبوب بعض العواصف الرعدية. تكون الأمطار حاضرة لكنها أقل انتظاما صوب أجزاء من المنطقة الوسطى وبشكل متفرق وعشوائي أكثر. التوقعات الخاصة بيوم الخميس هنالك ارتفاع قليل، لكن الأمر البارز يوم الخميس هنالك تراجع واضح على سرعة الرياح الغربية، وبالتالي الإحساس بالحارة يومي الخميس والجمعة سوف يكون أعلى منه يوم غد الأربعاء، وبالتالي إحساس أكثر بالأجواء الربيعية اللطيفة مع ساعات النهار يومي الخميس والجمعة، لكن تبقى الأجواء باردة بشكل عام مع ساعات الليل. كان كل ذلك من هنا من طقس العرب من المنزل، إلى اللقاء.